نشان اکبر صحابی حر، نشان اکبر صحابی حر. السلام عليكم ورحمة الله أجل، مرحبا بكم. تكريم الحمير في سيدة، اتفضلوا شوفوا ومن بعد نعلقوا. حكي عليهم بومين بصح ولا واحد كرمها. بارك الله في هذا السيد وجماعة اللي معاه اللي فكروا باش يكرموا الحمير، هذا الحيوان هذايا اللي في أيام الثورة كان يحمل السلاح، وأيام الاستقلال وستين سنة بعد الاستقلال راو يحمل القرائي تاع الغاز وشريكان تاع الماء باش الناس تشرب. بينما عصابة العرايري تحكم في الجزائر راح يكرموا مجرمين مثل توفيق ونزار. وهذا الأخ اللي عمل هذا التكريم هذا الحمير بارك الله فيه، لأنه عملوا بعد ما شاف العصابة كيفاش تكرم في المجرمين باش يجلب الانتباه للدوار على الدوار ديالو، باش الناس تعرف باللي كاين ناس في ولايه سكيكدا في مناطق الضر، يعني ولايه سكيكدا اللي كانت مدينه صناعيه فيها كومبلكس بترولي وفيها اكبر مركزيه للكهرباء في افريقيا، لا سنترال ديليكسيتاسيونيل غاز ديليكسيتي تيرميك. سكيكدا كانت تعيش في بحبوحة، اليوم راك تشوفو ناس مناش تشكي، ناس عندناش راهي تشكي. و الخلاصة اللي نخرجو بها هو أنه الحمير اللي كرموهم في سكيكدا افضل بكثير من الحمير اللي يمشي على زوج رجلين، اللي يمشي على اربع رجلين اكثر بكثير من الحمير اللي يمشي على زوج رجلين. ومدين الجزائر للواد رغم الثروات اللي عندها، رغم الامكانيات اللي عندها، وهذوك الحمير ما عرفوش يستغلوا الثروات وكل الامكانيات هذيك. بينما الحمار بيمشي على اربع رجلين عرف كيفاش يخدم
البلاد ويخدم السكان البلاد ويخدم الناس، ومازال الناس يعايروا به يقولوا يا حمار يعني ما يفهمش. لا، اللي ما يفهمش مرخى معش يقول يا حمار، ها هو الحمار هو دروبي تبون تبون حمار يمشي على زوج رجلين وي داب يعني ما يفهمش، اما حمار يمشي على اربع رجلين خير منها. صحابي حر يجمع كل، صحابي حر يجمع كل، صحابي حر.